رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب النسب، أما باب النسب وقبيلات منطق وحين نكسو جهري نواسق دي أردن مركا إن صعدة ميني إن نسوق هذا إن درسيقان درسيقي كهري أن قفك كل كي أدونه أيوه مثلا بقى وحينه تصغيري قابو حو تصغيرنا أيوه وحلوير أيوه أما يستان كوكلي سالب وحكو عجسيي نسب وفير هبل مقال هبل نوع هبل أقول كدوني سقف إنا تلمانتو قاب كادو تلمانتو كل كي لقاه الله يلف ديكم باب كم باب النصب ملك سوق غي ما تصدح لغة كجيرة إلا إذا هذا باب النصب 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 صدح اللغة يا كجيرته باب النصب أيام مرك عامة باب كم مرك لقاه الله يو نحوي لياش أردن يصرفي لا يشعر دم كل ود وحي متفقويه وحل إلى هذا باب كان مجي عيسى باب النصب لكن سب ويه وإمام النحاضة يسوي ويقيني باب الإضافة وأنا أكد ناية النسبة إضافة واس كمل إضافة وشيء أو شيء لا إضافة يو نصب كنا واسدي أو كلا قف كيبا مجال الله إضافينا يا الله تيرنا يا بل الله تيرنا يا وحبا الله تيرن هيا كل قد دوني سمرك هنا شيئا نسبيسو أو ميل أو نسبيسو مثل مثال حوية رجل وانين بلغوية وايا ننكو حضران إسا قراشي رجل قراشي أي منصوب إلى القراش منصوب إلى القراش ننكا سوحو كواب ترسداء اللو نسبي قراش سوما لي حبا عربت حتى شرط معها لكن مركي لفظ عرب ولقاه الله يوي اسمي مرك النوع عاصو كلام مرك الدوني سو ان اد اوتي رس النسبه صدح اسبدل با كدعه ومهم صدح لا اسبدل ان فهمت فائده باب كدن وا صدح لا اسبدل صدح لا اسبدل كو مدي وا لفظي لفظي كي هادلكين و اسبدليا من نوع معنوي او معنيه لفظي جاني ويس بدله هيا من نوع حكمي أوامحي وحكذا لنها يقول كي لبلا حكون يهور اللغوصة ما يوه كلمة دان إن لغو ردقم أحكامي إنا يكذا لطوه هذا الكذن بيهوه مرفوع نقوم هيا صدح لبا قاربا نفسيرينا صدح لتغيير كل عيو حين الأولا واللفظي لفظي هذا الكويس بدله يقول كي دوني سينا نسبيسو قريش يقول كي دوني سينا نسبيسو وحقصبا صدح إنه كله صومالي مركز دوني سير عند سبيس صدح يسبدل وين كله كل لفظي هو يسبدل إياه صومالي حتى بحاول ضم بيا لام مركز دوني سير عند سبيس وقدم بين مايو وامحي لابد وإن لجوب كرديو ياء مشددة يا تبريه وإن درس عتها ياء مشددة وإن لجوب كرديو وكو يا أنا ما شاء الله ديجا يو كلمة دا إنا النقطة حرف كأقدم بيا وإنا النقطة صدح كلمة دا يأذن آخر كلا ديجا حرف ككهر ريانا وإنا هوس ديجا يي أذل ربع كم كتلو منا أبو نستو وحنو نري كلمة دا آخر كذا وياه لو كرنيه ولي بيا دوا مشددة وياه أذق أشدهم وياه وكو
yaadaas waxaad dhigaysaa xarafka kelmadda ugu dambeeya oo gadaal baad kaga kordhinaysaa, hadalkii kuu dhisnaa baad gadaal kaga kordhinaysaa. Laba soo ma yaadaana xarafka ka horeeya waad kor dhigaysaa, waxaa leeyahay waad hoos dhigaysaa. Xarafka ka horeeya waad hoos dhigaysaa, hadduu ku hoos dhignaa alxamdulillah, haddii kalena waad hoos dhigaysaa. Kelmaddu way icraabnayd soo ma, xarafkan aakhirka abaa la icraabi jiray, ilaan icraabku aakhirku dhaca soo ma kelmaddii, laakiin hadda xaraf kalaad ku dartay. Icraabkii wuxuu fuulayaa ya-dan lafteeda buu fuulayaa, adugu aad ku dartay. Icraabku ka soo guurayaa xarafkii hore oo qablal aakhirka noqday. Hadda xarafkii kelmadda marka ee aakhirka ah wuxuu noqday qablal aakhir, icraabkiina wuu ka guuray, wuxuu u guuray xarafkan ugu dambeeya ya-da. Waa isbeddelka koowaad ee ku dhacay, waa kow soo ma. Isbeddelkaas waa maxay idhi, waa lafdi. Waxay ku dhacay saddex isbeddel: lafdi, macnawi iyo xukmi. Lafdiga hadda waa fahmay soo ma. Labo, macno ahaan kelmaddu way isbeddelaysaa. Waa maxay kelmaddii? Waxay magac u noqonaysaa wax aynan markii horeeto magac u ahayn, bay magac u noqonaysaa. Waxaysan magac u ahayn markii hore bay magac u noqonaysaa. Waa maxay? Waxaa loo nisbaynhayaa hadalka ka dambeeya ayaa loo nisbaynhayaa magacii. Matal, kolkii hore wuxuu u ahaa magac mansuubi ilayhiga, laakiin hadda wuxuu magac u noqonayaa maxay nisbada? Waxaa la yidhi rajulun, waa nin, ninkani magac buu lahaa. Laakiin waxaa la yidhi qurashiyun, ninkii maxaa magac u noqday hadda? Quraysh baa magac u noqotay. Quraysh marka ma magiciisiiba? Quraysh wuxuu markii hore magac u ahaa qabiilka, laakiin hadda muxuu magac u noqday? ninkan loo nisbeeyey buu magac u noqday. Soomaali kolka hadda la yidhahdo waa ciddan weeye, laakiin adi markii lagu dhaho soomaaliyun, adigu magac kuu noqonayaa. Awa soomaaligii, ayna soomaaliyi baa lagu leeyahay. Waa laba sooma. Saddex, isbeddelka kale ku dhacaya waa xukmi. Waa xukmi, xukunkiisu waa maxay marka ku dhacayaay? Waxa weeye mucaamalatu mucaamalata sifati lmushabbaha, cawaamishii markaynu soo maraynay, cawaamishii sifa mushabaha maxay qaadan jirtay? Faacil. Waxa ka dambeeya bay ku camal fali jirtay, oo sifa mushabaha faacil bay qaadan jirtay, waxyaabaha faacilka qaata sifa mushabaha ku jirtay. Soo ma, kelmadani markii hore caadiga iska ahayd waxba ma rificsan jirin, laakiin markaad yaa nisbadan aad ku soo kordhisay, waxa ka dambeeya bay raficinaysaa, ama ismi daahir ha ahaado ama damiir ha ahaado. Sifa mushabaha dib ugu noqon mayno, soo garanaysaan sifa mushabaha waa meesha rajulu xasanu lwaji oo kaleeta ahaa, ee sideedda icraab ku banaanaan jirtay weeyaan. Waa kolkii naxwo dhan laga hadlayo, saddexda baab ee ugu adag bay kow sifa mushabaha ka tahay, ee ugu dhibka badan. Marka meeshii hadda ka shabahda xagga icraabka oo dhib badan ma aha, ee sifa mushabaha waxay samayn jirtay, waxay raficisan jirtay maxay? Faacil. Kelmaddii hadda waxa ka dambeeya wuxuu noqonayaa, kolkaad nisbeysa, waxa ka dambeeya wuxuu noqonayaa maxay? faacil buu noqonayaa, ama daahir ha ahaado ama damiir ha ahaado, wax alla wuxuu rababa ha ahaado. Soomaaliyun aabuuhu waa inaad tiri, laakiin ma odhan kartid jaa rajulun soomaaliyun aabaahu, ma odhan kartid soomaaliyun aabuuhu waa inaad tiraahdo soomaaliyun aabuuhu ama akhuuhu. Dayib, saddexdaa isbedel ayaa ku dhacaya marka, saddexdaa isbedel baa ku dhacaya. Haddaba nisbadu markay ahaatay wax gadaal ka yimid oo aan jiri jirin, kolkay noqotay nisbadu, nisbadani wax hadalka kusii jiri jiray ma aha, waa xaadith gadaal ka yimid, ayaa waxaa loo baahday calaamo ku tusisa in lagu kordhiyo, sida tasqiirtii oo kaleeto ayaa lagu kordhiyey. Lidaalika, saa darteed ayaa waxaa la keenay ya-dan tadeeta, ayaa la keenay ya-dan, ayaa la keenay xuruufu liinkii baa la dhex galay, ya baa laga soo qaatay, aliftuba xaruflin bay ahayd, waxba iyadaba lagu bedeli jiray, maxay loo keeni, waxa loo keeni waayey aliftu dhibaato kale iyadoo la imaanaysa. Waa maxay alifta icraabka ma ka daahiri jiray? Waa ma icraabka weligaa lagu qadari jiray soo ma? Cudurka maxay soomaali tirahda, kud ka guuro qanjo u guur, mid jiran ka guuro ku kasii jiran badan u guur bay markaa kugu noqonaysaa. Dhibaato kale kugu imaan karto haddii alif loo bedeli lahaa, icraabkiiba haddana weligii noqon lahaa maxay taqdiiri buu noqon lahaa, wax kolkii horeba lasoo dhisay oo lasoo dhoobdhoobay baa haddana baa la bedeli lahaa. Ya-da meesha marka la keenay waa la shiday lafteeda, maxaa loo shiday oo ya-dan tadeetaay iyadoo sideeda u fudud? Rajulun soomaaliyun, markaan leenahay rajulun soomaaliyun,
man iska nidhaan waxaa loo odhan waayey haddii ya-dantadee tahay iyadoo fudud saa lagaga tegi lahaa waxay ku darman lahayd ya-dii mutakallimka marka farqan baynaha wa bayna ya-i almutakallim baa waxaa laga dhigay ya-du nisabkii waxaa laga dhigay ya-an mushadada saddexdaa takyiir baa ku dhacay hadda marka waa maxay waa ku durduri aan ku durdurina marka taasuu ka hadlay musanib wuxuu yidhi وكل منصوب إلى اسم في العرب وبلدة تلحقه ياء النصب فشدد الياء بلا توقف من كل منصوب إليه فاعرفي وإن يكن في الأصل هاء فاحذفي كمثل مكي وهذا حنفي تقول قد جاء الفتى البكري كما تقول الحسن البصري دواء انت ونهضر عن شيخ نوي وحيري وكل منصوب mid walba oo loo nisbeeyey ilasmin magac loo nisbeeyey fil carabi carab dhexdeeda waxa lagu hadlaya waa inuu hadal carabeed yahay ismi oo min asmaa alcaraba aw baldatin beled loo nisbeeyey wuxuu ka wadaa isagu baldatin min buldaan carab laakiin shardi ma aha talxaqu waxaa haleelaysa yaa un nasabi nasabka ya-diisiiba haleelaysa waxaanu ihi waa yaa-un mushadadatun maksuurun maa qablaha wayudacu fi aakhiri alkalima فشدد الياء وات مرك فشدد الياء يا ادك بلا توقف استغلان اظن عندنا كشخ دغن هينين يا ادك من كل منصوب مد والبؤ لنسبه اليه سغ حقيس يا اديساس ادك فاعرف ارجع اقنصو بس كتب البيت فاعرف وهي كل هدو يا مرك وحكم كله في الاصل اصل كهاء ها هديت هاي وات دور مره هورين سو مره فاحذف اسك حذف تابع ومكة وكلا كمثل مكي مكي وكلا ويان مكتي الله ما أرنكره وهذا حنفي وي تقول وحل أرنها يسامر كمثالك قد حقيقة جاء وحي من الفتا ويلكي ويا الله نسبيا ويلكا البكري الرير بكر الله نسبيا كما تقول سادة أرنها يسأل حسن وحسن باي من حسن كي البسري اي مقالة بسر الله نسبيا لبد المثال وحي وافق سيه تلمانتيس الشيخة لأنه وحكوري أما اللونس بي عرب قبيل بكري بكوري أما اللونس بي بلد وحكوري بسري مصنفكو وحكولي هاي مركا دونيسو اسمينا نسبيسو ومن أسماء العرب أما مقالا مركا دونيسو إنا نسبيسو وتكون مغعوضو ومن بلدان العرب كلمه استعمال سواء عربي تاهي ام صومالي ها تبقى له الملك اكو تالو و هو يري ثلاث تغيير با كو دعايه كو يد وا لفظي بين الصومه لفظي كان كهدليا و هو يري وها هليليس كلمه اخر كده يا مغعيدن يا لو حلدها يا النصر يا دانا مي فضوضه مسبا ادقتهي و يا ادق بودي ادكه شكمي كو جرا بلا توقف ما اسمي والبا ها كورن هذه كلمة دان آخر كذا مركي هورا تا اي كجرتي وحيو يري تا دا جو سكتر يتا دي يا دان هاد حقيرين جو سأين كلمة دو افو الحمانين جر مثال كان وحكمي دا مكة مكة كان نسبيني ستا بايلا هاد مكة تيون بين نقول لهاد وحجره ساعه تعرض حين قرن سمركا مكي امراه ولب مر والبماها ومركي لو تيريو اسمغان مؤنث مركا لو تيريو لانه محاهلين سمركي مؤنث لو تيريو علامه التانيث باخر كهليس سوما علامه التانيث مركي لو تيريو هذلك مركا و هو كان نكون هيا فول خمو تادي بعد مركا غوينيسا سدا حنفيو كلت المذهب هذا اما بلد هذا مثال كيسي مثال كو واحد كميده تلمانته ومركه هور سو تلماماي قد جاء الفتى مقسيه هذا الكلام دم وان يكون في الاصل او حقوق سيا كي هور اها وكل منصوب الى اسم مثال كسو وحي لي واحد كميده جاء واحد يمد الفتى ويلكي بايمد ويلكي فتيه واي ويلكو البكري ارير بني بكرون وقبيلك وين ارير بني بكروي سيده هو رنا يسبوري حسن البصري جاء وحين الحسن حسن بايمي حسن كي البصري رير بسلونس بي
وتحذف الهاء بلا توقف ما إذن قرن ها وتحذف الهاء بلا توقف من كل منصوب إليه فاعرفي تقول قد جاء الفتى البكري كما تقول الحسن البكري مصري نسخة كربا أيضا نصاصة وكينا رجينا يا واسلا ما شو أن هربا وندين كسوة شيء كتاب بلوكس مركان كل رقاب كي نحو رير نحو استعمال شنين كان ما استعماله بابا كسر اللي سوق حجسية إيو وتقرن سام بابا إنما يشوف كهاني لكن سوق كل مدو البسيط ربا إنما يشيا ضوقة الله مسلمكم مركه تاس وكه الله يا وحوري وكل اسم بمعنى وكل ذا وحكوا ذا كل شخص منصوب لنسبيه او دونته الى اسم اسم ان النسبه في العرب عرب دحديدا اسم او اه قبائل كعربيد مغعيده من كميده اما قبائل كعجمي كبا قبائل كعجمي دي هذا انو دانو هلو نسبيه عجمي وحكوسه كرده حروف أنا عربي هاي اسمه كيني سمركة مركة سمارة لما تعتابع كرا قبائل كذا مركة عن سكين استعمالنا رأي ذركين عربت قبائل كذا يا سكين استعمالنا لكن وين هذا وقعتو عد كسا لونس بين كرا عد كسا أيا لونس بين كرا مثل هاشمي بين هذا استعمالنا فير بني هاشمي نين بينو يدو حنولا نين كان وهاشمي إنه وصو قاركان لم يدو رير بن هاشم بقلا مرقا محاورا لنا رجل هاشمي جاء الفتى ويلكي باي من ها الهاشمي هاشمي هالكا يام الدافين كو رير بني بكر باكو تبت محاورا لنا يا بكري بالورا لنا يا بكري بالورا لنا يا طيب أول مثل بلدة بكورة وحلقة ولا من بلاد العرب سيدة مكة مصر مدينة بصرة محدثين تحقوا هذا نقول لي حنو يحيى القطان أبو زكريا يحيى المديني علي بن المديني علي بن المديني هي المدني مثلا بقى جاء وحي من حسن بايد واي حسن ركحوك يمين المدني مدين كيم المصري خليل الحسيري بايو جاء الغاري بايو ايوه وايو المصري الصومالي الاستوبي الاريتري هل مجره تصور دو سوى نساء يا وجره يا ولا قاجين يا المدني الورم يا هو كلا بساس عذبة ولي كوم جوجنو طيب وهو كل يدي مصنفكو هذا الكنوع وهو الكل كاتني سويسو واحد وهو يدي فشدد الياء ياء ذاتك هرت وهو يدي تلحق وحاليس هذا الكياء والنصب النصب كياء ديس بحاليس فشدد الياء ياء ذا مركاتك بلا توقف نساجلان ياء ذا أنا ولد كينسا يا إذا اسمك اسمي جو اسمي الله يعطيك نايو من كل منصوب من كل اسم اسم والبو منصوب للنسبة إليه سجل النسبة يي فاعرف أرنك أكون سببوري بلا توقف وحكاه الله يا يا إذا اسمك شدي سقط كدر يسوع وبلا شروط وشرط الآن شرط الآن هعل علين شكل يسنك أجرين كرقة وإن يكون هدو يهي في الأصل أصل ككلمة هاء تأهدك وجرتي فأحدي بحذف كمثل مكة توية وهذا حنفي وية مصنف قول حالك انكاها الله يا حكم لبعض بمصنف كماشا انكاها الله يا أوام حي هذا الكواحة الأولي والنسبين إذا مركز نسبتين يا بات قدر إذا سوما كلمة دان أصل كادي ماشي وحلا قدر إلى هدي أي تأوذتي تأهدي أي وذتي اسمك انكاذي تاي تأذن أي تاي تأو تانيث مشكلة ماشي كاي معنى سوا تأو تانيث هدي أي تاي بو يري oo intaadan hadalkan ku dhawaaqin oo adigu nisbada aadan gelin intaada u watay iska xadaf xadafkaasi ugu waa wajuuban wajuub kulka lagu leeyahay naxwana laga hadlayo wajuubkaas waa wajuub lagu istaagi karo wajuub sharci ah maaha wajuub islaahiya wa khasab huru wal hadfaysa mahalla diidan yahay waxa la diidan yahay
kelmadan aakhirkeeda ta haday wadato tawtaniis loo tiriyo laba ta oodba meeshii marka ba kulmahayeen mathal jaad haatimad imraatun islam makkiyatun oo makka loo nisbeeyay aw amase basriyatun basra loo nisbeeyay haddii taada la deyn lahaa waa la goyn lahaa waxa noqon lahaa wuxuu noqon lahaa hadalku jaad haatimad imraatun islam oo makkatiyatun maka tiyatun maka loo nisbeeyay basri basrati yatun ama basra loo nisbeeyay hadalkii markaa waxa la rabaa inuu la ekaado jaa rajulun makiyun inuu la ekaado yala raba ama basriyun xal oranaya jaad imraatun batimidhe makiyatun basriyatun ayatin basriyatun taas uu ka hadlaybsani wuxuu yidhi waa iyakuna duya fil asli asalkii haduu yahay haa unta ahday tahay faxdibi iska xadafka midri makiyin oo kale weeye wahaada kani xanafiyun weye madhab xanafiyun madhabna uu noqon karaa reer bani xanifana uu noqon karaa shaaficiyun maalikiyun axmadiyun axmadiyun axmed bin xambal weye wacida sheegana kuwan maaha musiibada ah تقول وحورنا سجاء وحي الفتى ويلك البكري رير بكري لون سبي كما تقول صلى الله عليه وسلم الحسن حسن كيف يمد البصري رير بصري صوفي لون سبي سلفي إخواني كل واحد قال مجرى معي ويا النسب ويا يا النسب ويا ودقال ويا ميل ميل تعبان كرم الله ميل كسوا مين أكو أحسن وإن يكون الدوية وأنا حكم كون أدفانتو وإن يكون الدوية هاي مما كيها الدوية هاي على وزن فتح كيمت هديو إيه هذا لكم أو أمز وزن الدنيا كيمت دنيا وزن كيدا كيمت وإذا معتل أن حدا دركت واحد جرن بلاي دركت أو وزن الدنيا هدو كيمت أو أمز على وزن فتح هدو كيمت فأبدل بدل الحرف حرف كالأخير أو جدا بيا واو كبدل ولي قال صدق هذه حروف إنكارت قفي حروف العلم ماشي تكون أركته نبات الله قال لك شيء وعاصي واحد عاصي ذا من قفك ما راك ولا دجا لما يكون كل ضوضي ورب أحد ودع كتب بوري منا وقفك الديد أو يسوي كون كراوي المترتو قفك كل ضوضي كل مرمين شوي شكون مرنكا كي كل دجا لما نور نجات كله تقول وعاصي معناه سوه تهذا الكون صحيح تقول واحد ورانيسا هذا كان علوي علوي معرق أو أصل شك كبشره وكل له عيار والبؤدية وين أدويه موبق مذها لاقي بساحب كيسة هذا في عموي وانصب حاضر نسبة أخل حرفتي حرفتك أو صاحبك أقنت شقذا كل بقالي أو كلويان بقال كخضرة كذا يوما يداهيه شبه إلى فعال فعال نسبة يأدي أدن ولاك كافتو ماي هذا الكلام قط ميساد جدًا أوكي هذه مرة سنف وحوك يري هذا الكلام صار لسنة وحوقها سوماها كل كدون يسو إن أد هذا الكلام نسبة يسو أودي يأد أنس وحوقها يي أدمل أنس بس أما قبيل أما مجاله يأكل كل سوماه وحقه ريانا وذوس نجيسا تلمان ترى المطبقة هذا الله نصور شجنها جاء الفتى البكري بكري مدى ني يو حرف قرين وكل جاي يادنا ومشدود الإعراب كنا حقوف فوله هيا آخر كفوله هيا طيب حيو كل مركب مصنفكم هذا الكاو خلاف هيا هذه لبقى ضبط خلاف هيا كو هدو يه وحنا نسبين هيا وكوي مد على وزن فتى هدو كوي مد هذا الكاو في الصلاة حلا جوا ذا على وزن فتى اسمي والبا وثلاثية صرف يقول حقا بس وطها طبعاً بري كتاب سوماهي محل أقيم سمي كلمة ثلاثي الرباعي خماسي السداسي سوما اسم والباء ثلاثية ولبا مقصورة أقيم سمي جري مقصور يمدود سوماهي مقصور ولباء ألف تيسو أما ها تمد كتمد واو أصل كذو واو أها سيدا عصا أكلة سوما هذا الكاس أما ألف تن أصل كذو أي أهيد سيدا فتاة أكلته ماشي نقول سمر التصغير تيسو قرن ميسان تصغير تيما حيسو علين جرتي حرف كي مغنى بسو علين جرتي سو قرن ميسان طيب
هدي وكي ما دم كور واسم والباء ثلاثي والصد حرف وفرسان اسم مقصور وألف تي سنة لو كلا قائد إني ووكسو قدونت أصل كيدو أما يا أي كسو قدونت كو أو أمسها على وزن الدنيا ويهيبور على وزن الدنيا وامحي واسم والباء والرباعي والصدق الإسلام مقصور ومقصور حرف كلاباتنا حرف ساكن أويه دن يا وامس حرف وافر حرف ومقصور الدنيا لما أراني صدق حبلاء يا سحراء أكلته واحد للدنيا حبلاء أكلته طيب وليب حرف كلاباتنا وساكن وهذا هو النونك ودن يا دن نونك هذا هو ساكن اسم والباء الرباعي ومقصور مثلا سوق لي حبلاء وحسوق لي موسى وحسوق لي عيسى دنيا محمود ان دنيا توحى للربا هو اسمك تلمان تالي ويان اسمك تلمان تالي ملك سوي هي طيب او ما سبوري على وزن متاع او كريتو يهي متاع متاع محل قوضة متاع محل قوضة اسم والباء ثلاثي وألف تيسو مجهول أي تهاي أو مال الله مال أي كتمد أمور لوهيني مال الله ماشي أليف ومتا كتمد ورلو ما هايو ماي سكمد ما فتا ألف كيدو حنون حقو كيمد يا عسانا محو كيد بنوني وعسوي فتوي مقارد دونا إن شاء الله تعالى سيدا مثلا با ألف تاس مال الله مال أي كتمدنا أمور لوهيني وحلينا هاي قفن قفن أوكلته فتوي فتوين صومري دي بهاي علنينا سيدا قفا أوكلته قفا أوكلته سيدا غنا أوكلته أو قفن غنا أوكلته صدح ظاهر المال الله مشهد كأركته فأبدل الحرف حرفك بدل الأخير أبدا بين مشهد وحكوجر من سكمل حرف مرك وامحي كلمة هنا ده إنه مثال نن ما هو قطن بيا ألف حرف كل وش مركب وام حي وألف ألف كاس مركب أوجو ماشوا كي من إن الأوى وأموو أمياء يمل إلا ماشوا كي من إن الأوجين هذا غافر صدق مر لبا جاربا ألف كيساجة أبدل فأبدل الحرف حرف كبدل على خير وقطن بيا ما هو بدل مركب وجرته واون وابدل واون وابدل طيب ووس وواجب اهان مرك اللي بدله هيو الف تاسي اما وو هكاتي ما دصيدا عسا اوكلاتو اما يا هكاتي ما دصيدا فتا اوكلاتو اما مجهول ها تصيدا متا اوكلاتو يا قنا اوكلاتو وقصد ان اتبدل شو بحال راني سامركا عسوي فتوي متوي عصاي فتاة ماشي كتب دولوجيا لكن متوي ووغني ماشي كتب ألف كيدي ميال لوجا ميال كتب مايا متوي أيضا ورنا إسا طيب هذا القصاص وقروح بدين يا سوما سؤال ماشي كنت ترتوي حوي والع اللي يهدى صرف يا مركي لما رأي يهدى الحرف بدش سؤال بأسلام مركي بأوتوماتيك لو سارة يا لماذا أدو بدشي باب اللي بدال سوكران ميسان حرف كمال اسكن بدلي يجري ماي هذا وو وألف بينه بدلي وو بلو بدلي لماذا لو بدلي صرت لو بدلي وامحي مثل ألف تفتاء وو بلو بدلي وو وح لو جو بدلي أصل كيدونا يا أبوها صوما هين أصل كيد محل لو علم واي وفتوي كل كلاله فتيي لو علم واي هذا هو عقل يا غفيري وها هذا الكا السجا يألو جو بدلي واي أو هو اللو جو بدلي واي اللو جو بدلي وحال جب قاي إن أي ماشة كوكولمان يا أوين يا كسروين لأنه حلو جي هذا واحد كور رايا والله حاصل جيا ماشي مركب حسب الدب الجري لها كسروين إيو يا أوين هذا الكبر كم حنا قلنا لها فالعم مركب نقول لها هذا الك فتيجن يا فتيين فتيين أفلحمه فتيين فتا فتيين فتيين مايا فتا وي وو حكور يادو حكور وو نقونا يا فتا وي طيب وأما مثلا بقى وحنو نري دنيا
iyo xubla oo kale oo rubaaci aha oo maqsuur aha oo saakin u ah xarafka labaad aliftiisantadeetay waa la qalbiyey oo waxaa yidhi dunyiyun dunyiyun xubliyun dunyawiyun xublawiyun hadalkii dambe ee saakinka ahaa ee aan rubaaciga ahaa ee musanifku aynu nidhi dunya oo kaleeto kan hore waxaynu nihi waa qasab waa la bedelayaa sooma wabaa loo bedelayaa rubaaciga isaga waxaa kuugu bannaan inaad bedesho odu bedesho wow iyo sidiisa inaad udayso labaduba way kuugu bannaan tahay ha may yaadan waxa ka hore waxaa la rabaa inuu hoos dhigan yahay kasruu asalkaba waa culays laba yo-ooda isku xigto hoos dhiganna asalkooda waa culays yiyun yiyun waa culays yaaduna midda kale way shadan tahay yaadu hadday shadan tahayna maxaa kuwaa laba xaraf oo maxaa ku hoos jira xaraf kale meesha maxaa marka ka soo baxaya saddex xaraf baa ka soo baxaya saddex xaraka in isku xigta fi luqati alcarabna waa maxay nooc kastaba ha ahaatee sax laakiin maynaan joogin baabu baabu nasi maynaan joogin cilada wax loo bedelaya waxa weeye inuusan xukun kale kaagaga darmanin hadalku inuusan kaa foolxumaanin yaada waxaynu nihi waa la shadaya maxaa loo shadayaa baynu nihi liajli inaysan ku darmanin yaaul mutakallim inayna ku darmanin haddaynu hadal walba aynu cilayno maanta o dhan bixi mayno walibuu sii adkaanayaa hadalku sii adkaanayaa ayib taasu marka musanifku ka hadlahayaa oo wuxuu ku yidhi wain yakun hadduu yahay mima calaa wasni fata oo kale hadduu yahay ow calaa wasni dunya ow calaa wasni mataa oo kale hadduu yahay sida ugu dhib yar waa intaa un faabdil ilxarafa xarafka bedel xarafka alakhiira ugu dambeeya waa wo u bedel waa caasi waxaad caasidaa buu ku yihi man maaraa qofka kula murma wadac ka tag mannaa waa qof kula dagaalama kolkii lagu mucaaradaynaya laba mid baa lagula dagaalamaa in lagula murmo maanta oo dhan iyo in lagula dagaalamo la wax sheegi waaba qalad wuxuu ku yidhi go-aankaad gaadhay adag wuxuu ka qaba labada iskusi u xukumo kii kula doodo la dagaalam kii kula murma wariga jooji ku dhan muranka taquul waxa odhansa haadaa kani calawiyun rajulu nin weeye calawiyun ree calawi loo nisbeeyey mucriqun oo asal ah mucriqun ciraaq ma ah waa asal ah wa kullu lahwin ciyaar walba oo dunyawiyun adduunye loo nisbeeyey muubiqun waa halaagayaa wansub waxaad u nisbaysaa akhal xirfati aqoonta ka u saaxiibkaa kalbaqaali oo kale iyo waman yudaahi mid ka shabaha ilaa facaalin facaalu nisbee halkan musanifku wuxuu kaga hadlahayaa xukun kaleeto ayuu meeshan kaga hadlahayaa oo waa may xukun kale tahay xukunkani wuxuu kaga hadlaya waxaa nu yihi kolkaad doonaysa kelmaddan inaad nisbayso saddex isbedel baa ku dhacaya samaynaan odhan isbedelka koowaad wuxuu ahaa lafdi oo yaaba aakhirkeeda lagu korin jiray soo ma ahayn waxaa jira wasan haddaad isticmaasho aadan weligaada yaaba u baahnayn sidiisa un aad u isticmaalayso bas oo waa maxay waa lafdiga ficaal ah weeyaan ama facaal mar hadduu lafdigu facaal uu ku yimaado wax ya-ah oo la geliyaa ma jiro sidiisa ayaa loogu hadlayaa waxaa lagaga kaaftoomayaa marka wasanka wasanka waxaa lagaga kaaftoomayaa ya-di haddaa itidhaahdo ilaan waxani inuu mansuub yahay oo cid loo nisbeeyey ya baa lagu garan jiray ya-di waan ka tegay ya-du soo calaamo nisbada uma ahayn wasankanina sidoo kale wuxuu u yahay calaamo nisbada macnaha mar haddaad nisbayn hayso wasan kalood ku keeni karto haddaad ya-di ka jarta ma jirto oo aan ka ahayn facaali inaad ku keento xaggee buu galaa marka loo isticmaalaa inta badan waxaa loo isticmaalaa xirfada aqoonta haddii aad taqaano ayu xirfo walba beeraley baa tahay injineer baa tahay dhulkaa dhistaa warshad baa leedahay oo dhagaxyadaa jajabisaa waxyaabahaasoo dhan kolka lagu nisbaynayo burkaad ridiqdaa kolkii lagu nisbaynayo waxaad isticmaalaysaa lafdiga facaal ah carabta kolkaad hadda tagto dukaamada yaryar ee wax laga soo gata maxaa la yidhaahdaa baqaala hadalkaas waa laxan hadalkaasi waa carabta waa suuqi reer baadiyaha magaca bixiyay oo keenay
لكن أصل كميشة وعين هذا بدال بالله إذا هذا وبدال لفظه لكن يقوم حاول بحيان بقال بقوم بحيان بقال لا يا خضر دويها لكن خضر بس ما يبيه وحبذن بو يبيه وحبوب بدلها النين كاسي لأنه أنتو سوى عراب سوى قاتب السيب بدلها يا خضرت باطال عانا يا اللي كبو كبا ميشة يا اللي الدكان كان ينعك العراب باطال وحكسا ميشة طال بقال مركز لو خضرت دو كيلي كده حكلي مسوكي لأيو مركز هذا دركت وبدال موعو دكان كل الربا بالضبط اللي فزر وبدال طيب مثل قف كان كذا تاي حرفة بولي هاي وحبو كشقياء يقانا كسب بولي هاي ورزق يسا وكسو صارتو وقنا عصده بيرها وحيابها الله متكا أي حرفة والبا وحا اسم سويدين مدن مقع عن عربي خطر نماديسا كل كان مقع عربي أفيرسو أظن سكويرين وحلف يا وحو كتصيو معناه تيرا أولي صاحب الحرفة اللي قولي قفك حرفة مركوام حيوان انحراف انحراف هو معناه وكتجد شيء بات كتجد سا شكل كتجد سوا قلعوي وضاد ودد ويدارنيسا حرفاته ما حيث سببك وقلنا قنيسا وحيث سببك وقلنا قنيسا إن أتكتك تهوش هذه أليسي مساجد كي سوال قوة بهير وحبي قال إلي هيب صفك هلو كنتو كذي لكن إنتو شقدي سيها يستو صفك هلو كنتو كان ما يهويا وكو مشغول سيها وي معناه هو حرفاته ما الله بهاي بعد أبيري سأد يد آديسا وحد كجت جيسا وحيابه كلاط لن هذا هذا ميل كشط جيسا وحد كتر تيرير كاجي هي المهاجي هي مساجد كاجي هي عبادة دادي هوش هذا نبض كتر تي إيران مركا أكرين نقطة وتقول لي حطي إنه يقول لك ما إحنا نسكن ده شقالة شقالة إنه نسكن ده شقالة إنه نسكن ده إنه ما حن إنه ما حن ولانا حروق سدي سوما حروق سدي طيب حوكس ذا بسومالي يقولوا بان ملاين هي شقالة مرق ماله كلا دير تأكل مرق مال معها نبوا حبوا ماله قارب قلين كم ماله قارب عرب كم ماله نبوا حبوا ماله ده بروفيشنال والله قديه هنا يا شقالة ما إنه يا وحو البؤ شبهه بمعنى صنع هذا وحو البؤ شبهه بقال أكله سيدا بيع أكله تو وانك عنتو ينك يوحي يبى لما يتك يبيع نك يبيع ويان مثل نكن كذا تاي وحو إيبيا مركز كتير شراء وحنك عرنا هنا بزاز بزاز وي كل كذا دور سنة ترى نكن وحن نورد أورن ترى سومالي نكن حالي هذا بقاش بقاش لو هو إسلامي شفيرية لغة عربي ولغة سومالي مرة بضم وحن واحد بدل مسك شبهان بقاش بزاز بزاز بضم النساء هذا رجل بزاز بضم النساء بزاز طيب بقاش كل قول لي الله أعلم قول لي بقاش لي قول لي لكن مين لغة كراتها هاي بين لغة كراتها يعني دي لغة مرة بوحمة باللغة ها هذا بزيز كواني كان نركز كل تلتراك كذا درعية ذا قمي زيادة فنانة ذا وعمل سكوت الجروي نك جذا ويان دقيق ذا نك جذا يبرك له بخارك جذا هن سنورنا هنا دقاق لما دقيق وحو هن سنورنا هنا دقاق هذا رجل دقاق أي منصوب إلى الدقيق محسن ما يعني كرد دركو دركو جذا خباز عجرا نك مروها هي وح سمية جيكينكا أن برفوك قد قدا محان دوشكو سارينا عطار عطار سيدا صدي ساق الله سيعمالها عطار بانورانا هنا طيب بيرتا بو قدا نينكا بيرتا سمييو دجيه ذكري شكشبية حداد زيدا ذا تيمو حيرا وحرفة دي حرفة دي سواه محي حلاقوي دلال شاق دي سواه محي دلال يملال بين هذا السؤال هذا دلال يم ملال هذا عربي ويا عربي لكن ده وين سومالي يعني دلال بين النبوة دي دلال والدلال ويا نبيه طيب نركو طلا عرفنا لا خياط إيه منصوب إلى الخياطة ويا نكمل وحلون سبيا نركو طلا ومنصوب إلى الخياطة نركو سمية نجار ولكن ده هلو مجرة وافض الله هذا سوام هذا
فازسوي يا بس كدونا با قلوب عبد المنكل دواني اد بهذا الكدل كغلو يا حقيقه الدات في ريسو وانسب واحد نسبه يسابوري اخر حرفة حرفه انك وصاحبك كلب قاري وكري وحل ميدك يوم يداي وحا شباب واحد نسبه يسوي زم مقسين الى فعال فعال نسبه فعال نسبه ان وحاجر هذا لبدن ووزنك خلاف هي باجرا كلمه بدن وحاجر ان سدن لو دينهنين او اسبدل بدن وكلو كدعي باجرا هذا لبدن وحاجر كل كاد نسبين هيسو نسبادو ادن كلمه اخر كده نسبين اول كده اب نسبين هيسو تلم وحكم اذا مركب عبد الله اوكلت كل كاد نسبين هيسو عبد الله اوكلت ضع لبك اوكل مركب نسبين هيسو labaha hadal weeye marka ka nisbaynaysa marka waxaan nisbaynaysa awalka hadalka baclaba ka soomaahin baclaha ba'liyun ba'liyun wadaa maysa ba'liyun aba bakrin ka damba aya nisbaynaysa ee awalkiisa ma nisbaynaysa waxaad oranaysa bakriyun aya oranaysa bakriyun hadalka saa lagu wadaayn maayo منقوسك اسمي جو كليتاه منقوسك آخر كيسو أجو أي هاي كل كورة بسيب جوانا إستجن هذا البكس الله بناي لكن أنت مسنك بسيب وامحي وقاعدة عام كهيدو ويان الله سبحانه وتعالى